الرجل المسحور هل يجوز إزالة السحر عنه بسحر؟ لا، إلا على مذهب واحد ومذهب الخمير السكير أبو نواس، يعني قال وداوني بالتي كانت هي الداو. كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك؟ لا أعلم. أجازوه أنا كأني يعني بعض التابعين. والابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف، لكن هناك من قال يعني برجح الراجح. كيف؟ رجح الراجح، بس بذكر هذا انه في ابن تيمية ابن حجر بذكر. والله انا اذا ما رأيت حجارته صعب المؤمن، لانه ما هو السحر. السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر فهو هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر، هذا تعاون على المنكر. كيف يقال بجوازه؟ يعني هم كيف الاستدلال؟ قالوا الساحر يسحر الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني كان الله سبحانه وتعالى هو المبين، يعني بين الله سبحانه وتعالى له أنه سحر. والحديث معروف والحديث صحيح. الآن بيقول لك طب إحنا الناس، طب يعني كيف ومن الذي يخبرنا؟ مثلا الملائكة أعانت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يعيننا؟ هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض. وسئلت عن هذا وبحثت كثير في الكتب، توصلت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء، لكن طلع يعني طلعت في صورة غامضة ما هي واضحة. لكن أنا بارك الله فيك سأل سؤال، ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر؟ أهو الاستعانة بالشياطين؟ نعم هو. طيب هذا بيقول بجواز ابن تيمية ابن القيم. لا ما قال استاذ بيقول بجوازي، منه ينقل ينقل، اما انا ما طلعت بصوره واضحه له راي. لكن انت بتقول انه قال بعض العلماء قال هذا ابن سعيد او مين اظن ابن سيرين او سعيد بن مسيب او يعني من التابعين. ايه انا بقول انه يجب التثبت من معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المشهور. النشرة أو النشرة هذه اللي تفعل للمحبة أو للبابا. طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها، هيك بيقصد ابن سيرين؟ مش معقول. ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب أبي نواس.